استاذ عمر، طبعا ايضا نرحب بك. اجمل التراحي في هذا البرنامج العربي اللي يضم الاردن وفلسطين ومصر، ومن خلال هذه الشاشات الاربعه وقناه العراقيه. الرساله المثقف مهمه جدا، خاصه في هذا الوقت. الاساتذه في بدايه مقدمه هذه الحلقه تحدثوا عن ظروف استثنائيه مر بها البلد. كنا نبحث عن صوت المثقف وصوت الفنان، وحتى في انتخابات برلمانيه حاول الشعب ايجاد من يمثل من الفنانين والكتاب والأدباء والشعراء، كون دائما نقول شعب كامل يتقوى بشاعر. ما هو دور عمر السراي خلال الفترة هذه الحالية في إرسال مسجات مهمة للوطن العربي؟ ونحن نعرف بأن كانت الحرب ضد العراق البعض منها حرب إعلامية، محاولة طمس الهوية الحقيقية للشعب العراقي وإرسال فقط الصور الفوضاوية بأن هذا البلد غير مستقر وغير آمن. حياك الله وحيا الله الأردن ومصر وفلسطين، وبالتأكيد بلدنا العراق. يعني أقول باطمئنان، بقي صوت المثقف العراقي هو الصوت الوطني المدني الذي لم تستطع جهات كبرى أن تسرقه، لذلك بقي هذا الصوت يصدح عن طريق المسابقات العربية، المسابقات العالمية. بقي هذا الصوت يصدح عن طريق عود نصير شمة ولوحات الفنانين وقصائد الجواهري وقصائد مظفر النواب وقصائد كل والروايات التي وصلت إلى الجميع. لذلك نلاحظ بأن المثقف العربي كان يحتضن شقيق المثقف العراقي في كل المحافل. ربما يعني تشهد الظروف السياسية قطيعة ما بين بلد وبلد آخر، لكن نلاحظ بأن أدباء هذين البلدين على صداقة متينة وكبيرة ويمثلون الخط الاستراتيجي، ما يسمى الآن بالدبلوماسية الثقافية. نلاحظ بأن الدبلوماسية الثقافية هي التي بقيت فاعلة عن طريق اتحادات الأدباء العرب، عن طريق المعارض المشتركة، عن طريق الفعاليات المشتركة، عن طريق الأعمال الدرامية المشتركة، عن طريق الألحان والأغاني المشتركة. يعني تعرف الآن، يعني أنا أفرح حينما أجد مطربة إماراتية يلحن لها ملحن عراقي، أجد ملحن مصري يلحن لمطرب عراقي، أجد كل هذه الأشياء. يعني تعرف نحن فتحنا أعيننا ربما في التسعينيات القرن المنصرم، كان هناك يعني وحدة ما بين العراق واليمن والأردن ومصر. يعني كنا نشاهد ليالي الحلمية الجزء الثاني في تلفزيون العراق، بينما تلفزيون العراق كان يبث ليالي الحلمية الجزء الأول، إلى الآن راسخة في عقلنا. وتلفزيوننا أيضا يعرض النسر وعيون المدينة في مصر. هذه التجربة، شوف هسه احنا الآن كبرنا، تجاوزنا 40، ولكن ما زالت راسخة في عقليتنا الطفلة. ما زلنا إلى الآن نتابع الجميع. لماذا؟ عن طريق شاشات إعلامية. الفن هو اللغة المشتركة، الإبداع هو اللغة المشتركة التي لو اكتفينا بها لاستطعنا أن نحقق وطنا كاملا. أستاذ عمر، أنت ذكرت مصطلح دبلوماسية ثقافية، يعني تتحدث عن ما يسمى بالسوفت باور الآن اللي عم بيأثر وبغير أفكار شعوب وبغير قرارات دول. الآن الدول عم تشتغل عليه، بالتالي الآن يعني في ظل التغيرات الدولية اللي عم بتصير وفي ظل الأشياء اللي عم بتصير في الإقليم العربي، وأنا أتحدث الآن عن العراق كنموذج، الآن كيف يمكن أن نوظف الإعلام، نوظف الأدب بشكل عام، وأنت شاعر وأديب، الكتاب دورهم، الإعلاميين، الثقافي بشكل عام، كيف يمكن أن تلعب هذه الأشياء وهذه الصور من الثقافة ومن الإعلام على أن تكون فعلاً سوفت باور، بحيث أنه نغير نظرة دول العالم لقوة دول عربية بيعتقدوا بأنها أصبحت ضعيفة وواهنة. ونحن الآن موجودين في العراق لنقول فعلاً للعالم أجمع نحن لسنا ضعفاء، هنالك إرادة شعوب استطاعت أنها تغير، والصورة يعني أكيد هي الأصدق الآن. طبعاً الحمد لله بأننا ما زلنا إلى الآن نمتلك لساناً واحداً، وهذا شيء مهم حقيقة. يعني لولا وجود القرآن الكريم ووجود أدبنا العربي الرصين، هذا عنصر قوة مهم. هذه أهم قوة ناعمة، بأننا نمتلك لسانا واحدا
يوحدنا، بحيث يعني لسنا كالدول الأوروبية التي امتلكت شخصيتها بحيث تحولت إلى لهجات وإلى لغات. هذا الشيء يجب أن يستثمر، يستثمر بصورة دقيقة. أظن بأن الأمر يجب أن يبتدئ من مناهج تربية وتعليم مشتركة. يعني ربما كان هناك مشروع عربي قديم، يعني هي الدعوة تبدأ من الطفل، تبدأ من مناهج التعليم المشتركة. الآن الجميع يعرف أبو نؤاس، يعرف امرؤ القيس، وصولاً ربما ينتهي بالسياب والجواهري وهكذا. ولكن لدينا الآن أدب جديد، لدينا أدباء معاصرون جدد، لدينا كل هذه الأشياء. يجب أن يتم الاتفاق على وجود مناهج تربوية مشتركة لكي تغذي الطفل. الآن أطفالنا عرضة للسرقة من آداب أخرى، يعني حالما نغفل عنهم نجدهم يلونون ما بين لغة فرنسية وعربية، ما بين إنجليزية وعربية. طبعا أنا لست ضد الانفتاح، بالتأكيد هو الانفتاح شيء جيد، ولكن نحن نمتلك قوى ناعمة مهمة وهي لساننا العربي الجميل. علينا أن نمتلك يعني برنامج بسيط ربما، يعني بمستوى افتح يا سمسم الذي كان هو مشروع للدول أو المناهل. هذا البرنامج المهم، هذا إلى الآن صنع جيلاً وربى جيلاً كبيراً. الآن يجب أن يتم الانتباه عن طريق مشروعات درامية مشتركة، مشروعات تربوية مشتركة، مشروعات طباعة ونشر مشتركة. يجب ما يصدر في العراق يجب أن يبث في كل البلدان العربية. جريدة الصباح التي تصدر في العراق تصدر في تونس وفي الجزائر وفي المغرب العربي، الأهرام التي تصدر في مصر يجب أن تصل إلينا. حقيقة نحن الآن أمام جمهور متلقي واحد مهيأ، هو يفهمك، يعني ما شاء الله كل الجمهور العربي يفهمك. إذا لماذا القطيعة؟ يعني ما الفرق الآن على منصة نستمع إلى شاعر سوري، إلى شاعر كويتي، إلى فلسطيني، إلى أردني مصري وهكذا. لا نفرق فقط في الصور الشعرية وفي المستوى الإبداعي، لكننا إزاء أدب عربي يجب أن نعرف في داخلنا وأن نحمل في داخلنا بأننا فعلا أمة. قد لا نكون من دم واحد أو من عرق واحد، لكننا بلسان واحد، بثقافة واحدة. قد يكون منا الأسمر والأشقر والبشرة الخلاسية، لكننا ننتمي إلى أرومة واحدة جمعها الإسلام، جمعتها اللغة العربية الجميلة. كل هذه الأشياء مصادر قوة، علينا أن ننطلق منها لكي نكون عالماً جديداً وقوة نستطيع أن نواجه بها الجميع.